قول ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ نزل من الرسول صلى الله عليه وسلم مرضه، فقال لأصحابه: هل أمّ أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا؟ فقال عمر: عندنا كتاب ربنا، حسبنا كتاب ربنا. قال العباس: بل قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فاختلفوا، وما ينبغي عند نبي الاختلاف. فقال النبي: قوموا عني، فالذي أنا فيه خير من أنتم فيه. قال ابن عباس: إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. حديث ثابت في الصحيح.